حجم كبير حق الجل جل كيف صوره حي ايده برني شوف برني شوف برني شوف وجهي وينه شيش خلي وريني خلي وريني خلي وريني وجهي ايش يا حلوي تك ولا تقص هذاك عادي ترسل لي الحين وين 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 شكلك كنت تزيد يا معتو شوف يا اخي هذا شبي لا ارجع ارجع وين وصل ليه ما صبرتني إذا للفخر عنوان يا أخوان فعنوان عزيز محمد أنا جدا فخور والله العظيم أني جدا فخور أنك تطلق منصة بهذه القوة وبهذا الترتيب وبهذا التنظيم شيء جبار 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 أنا جدا فخور يا أبو محمد والله العظيم أني جدا فخور مرحبا والله العظيم شرف كبير النص والنية الطيبة نتعلمها منك أبو طبعا طبعا يا حبيبي يا طيب الاحترام والأدب يا حبيبي احنا اليوم وين؟ من جنة ومن يوم جاهم يا حبيبي يا مرحبا أنا جدا ما شاء الله وش هالطول يا حبيبي والله للمنصة والعزيز انهم جمعونا قسم بالله الطيبة هذا شكرا يا شكرا طال عمرك الله يحفظ الوجه سم يا مرحبا لي تصيب ولا تسم يا حبيبي يا مرحبا انا جدا سعيد اني شفتك اليوم يا مرحبا انا جدا سعيد اني شفتك اليوم يا حبيبي لا اله الا الله طال اخبارك يا سلطان انا جدا احبك والله انا احبك شكرا للمنصه والعزيز انهم جمعونا قسم بالله الطيبه هذه شكرا شكرا طال عمرك الله يحفظ الوجه تشرفت الله يطول عمرك خدمه حبيبي ترى شيء اربع شهر الله اوكي متعود على الاعلانات فلوس سم يا مرحبا لي تصيب ولا تسم يا حبيبي يا مرحبا انا جدا سعيد اني شفتك اليوم والله العظيم اني فرحان يا حبيبي انا فرحان كثير كثير ما ادري بعلمك حاجه عيوني ما شاء الله تبارك الله والله ما ينافسك كلام خلاص ما شاء الله ايوه الطول قصدك ما شاء الله الله يرحمك وغير هذا كله يمكن برج خليفه والله العظيم ما شاء الله يا انا ما ادري انت تمدحني الحين ولا الله يقاك لا ما ادري صافيني لا 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 بعلمك بعلمك ما شاء الله انا مهلك انت الشعار ترى الشعار مصيبه بعلمك لا 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 ترى من طول ذراعك يا رجال والله في قهوه سوداء هذا بلاش انا بقهوه السوداء قهوه انت على حرام ما يشرب انت شايف خشمه انت شايف خشمه خلينا لا لا والله هذا ما ينافس البرج خليفه صدق ها خشمه تنع عرنو ما شاء الله تنع عرنو ينطلق زيز كرسي نهر ترى شوف شوف يا ضغطك شوف شوف مع نايف بن عوض الحجيبي وش وش انت شوف وين جالس انت اترك ذي اترك ذي كوكيز الله يرحمك ولا تهدد العزيز عز في حرب شوف الصوت شوف الصداقه شوف الصداقه سلام 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 شكله منزلها في التطبيق الحبوب وجو اجل يا سلام والله تطبيق فخم عندك مشكله مع اخويك اجل تطبيق اجلها مشكله بينكم يا اخويك تطبيق اجلها يا اخوان كل شيء ودعوا بسيطه كان في خاطرك شيء ابشر بالحق وما يعني يا ابن حلال جاء بلا عطك المسك اوكي واحد حزني منه ذيك جيت هنا الهوزه جيت هنا عنده هو اللي حزك يا مصيبه دي جوالك لا جوالاتي معي شعور جدا جبار انك تكون مدير على شخص انت تكون مدير على الشخص هذا مع مرور الايام على الوقت اذا مر تصير تقدم حفل للشخص اللي كنت انت مدير عليه يا اخو ودائما شعور ما يجيب الا شيء يا سلام موجود اليوم معنا موقع الجبهة وابغى اشخص على ناس لعلي اكسب قلوبهم يعطوني ساعات مستقبلا ملك لي. ناصر عندك ساعة في البيت، ايش تسوي فيها؟ اجرها. بدل ما اني اخليها فترات طويلة ما اخذها للمناسبات، ممكن اجرها واطلع من وراها فلوس. طيب، عندي شاليه، عندي عقار معين، عندي اغراض كاميرا او اغراض تصوير وانتاج، عندي شناط ماركات عشان فلان او فلانة تشخص. للحياة والتشخيص وحقهم عشان يسحبوننا في النهاية
يأجرون قلوبنا للأسف. يا سلام. طيب حنا بما أن أغلبنا في المجال الإعلامي، فالأدوات اللي تستخدم في المجال الإعلامي سواء من ترايبود، كاميرا، عدسات، غيرها إلى آخره، نعرف أنها تكاليفها مرة عالية، فممتاز أن نحصلها في منصة أجرها ربع السعر أقل أكثر. لكن سؤالي وسعر تفضل. ابو نايف احسب لي يا حبيب قلبي، ابو نايف احسب لي يا حبيب قلبي. والله ما حسب لك. ليه يا حبيبي؟ والله ما حسب لك. سؤال، عندك يد؟ ايوه. طيب يدك الثانيه نزل. مستحيل انسى. جميري لا، من 2017 وانا اقدم مطبخ، والى الان لا اعرف اطبخ ولا اعرف اكل. خلي على خلي عندي ظروف والله. يا لبيش هذا حطيت السر اللي وراي. طيب حبيبي احسب لي احسب لي. سام سام احسب لي. خذ رز ابيض، خذ رز ابيض. والله ما يحلك يا عيال، خذ رز ابيض. حط عبد الله الجميري يشتمني. هذا الكريم ما حد عطاه وجه ولا حد صوره. هذا الكريم ما حد عطاه وجه. هذا الكريم ما حد عطاه وجه ولا حد صوره. هذا الكريم ما حد عطاه وجه. لبده الله يسعدهم يوفقهم. ايش يا ولد عمي ومطيري؟ خلاص من حميه يا اخوان. كاش المعدنسي انت ايش تكرون ذولا يا عيال؟ ارحمهم يا ولد. شفت في الرز الابيض هذا؟ شفت؟ انا على نفس اللي حلو. ايش تبي يا ابو؟ تاكل انت بالمعقه هذه؟ لا انا رايح بحطها في صحن واحد. هذه المعقه اللي حقت الصحن حبيبي. طيب بيغدى وبيرجعها ثاني. وين وين؟ ابو نايف؟ ابو نايف؟ ابو نايف؟ ما حطيت رز ابيض صح؟ الله يرضى. نفسي في رز ابيض. هذا لا تعزمونه يا اخوان. اللي عنده حفل لا يعزم عبد الله الشهراني. بسم الله. ايش فيك؟ انا ما ابغى شيء. السلام. ليه؟ ايش فيك؟ اوسع اوسع الشباب. لا يوسع لهم عادي. يلا ايش فيك يا ابو؟ اجلس عادي. شوف شو سياف، شوف سياف ياكل. بالعافيه يا محمد. بالعافيه. مو كذا مو كذا. بسم الله. انت متربط فيها. كذا كذا. عبد الله اسال الله ان يشفيك. اسال الله ان يشفيك. اسمع ابو نايف والله. صحن زياد الشهري فينه؟ زياد يا ولد ما تقعد. وين صحنك؟ رسميات عندكم؟ عندكم رسميات؟ لا تروح بس عندهم رسميات. والله ما حد يعتمد عليك انت وياه. حط العصير في الثلاجه يا معتوه. شوف ها بنت بيبسي؟ لا تبي ورق؟ والله الاغبياء والله. لا صدق والله. وين عزيز؟ انا لا نادي دحيم احسن. نادي عزيز انا عليه. بغيت حر والله حر. يوسف عبد الله والله كلنا عرفنا يا اخوان، كلنا عرفنا. تبي طالب نظام صح؟ هلا والله. هلا وسهلا. هلا. اشم ريحة خير، ريحة تبرع، ريحة شيء حلو لطيف. لا انت شيك خفت البداية. ليه جاي متأخر؟ هلا والله. ليه جاي متأخر؟ لا تقول رايح
واضح انك توك صح منه. لا والله مدي هني السوق كذاب يا حبيبي انت كذاب عيونك. شوف كيف انا يوم جاء الوقت اللي يحتاجك فيه خويك يحتاج وقفتك تغيب يا اخي انت قليل ادب. يا ولد راح يبيع والله العظيم قليل ادب. انا جاي من الجنوب مش عذرك انت وانت في الرياض. انا جاي من الجنوب عشان عزيز لاني جيت اشوف خير من الاثر. سلام اوكي مو بعاجبه عزوز مو بعاجبه الطقم عندك يا ابو عندك الموضوع عندك والله يكون شلون اضمن اضمن عندك معلومات المؤكد معلومات المؤكد انا قلبي اعرف ايش اسوي انا نفسي اعرف ما ادري هذا استخدم شاي واو يومين شكله هذه نتيجه شاي واو. يلا يلا شوف الدعاني وانا عامل جوك يا سلام عزوز جمع عزيز الله هذا وش حسين طيب يا حسين طيب Oh.
سكب لك سكب لك سكب على صدفتك الهايب الميوب قلوب لعب فهمك بالنار شبابه انا داري ان العبد ما لعن المكتوب لكن ليت ابو ماجد تجرى ولها بعش على صدفتك الهايب قلبك احب المطران يا اخوان انا مطير من اليوم رايح يعني ما عاد الحسن زين الرش الراس لا مو دبكه لبى والله قلبك احب المطران يا اخوان انا مطير من اليوم رايح يعني ما عاد الحسن زين الرش الراس لا مو دبكه ريم شغلي شهران روق عز الله يعزكم يا المحازم اقسم بالله انكم شيوخ مبروك 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 ايه اجيبه ترى سوبر روح بس على عينك جيب آسيا يا رجال جيب آسيا ايوه لبى قلبك يا ولد ايه خلهم المحلي لين يموت خل المحلي لين يموت محلي لين يموت علمهم علمهم ترى صابر اوكي والله ما اقدر اقول له شيء مجسم معليش عطني نظارة هدية تسلم تعال وقف هد هاك الهدي تستاهل هدي تستاهلون ايه خيشه تستاهلون احتزم صورتك يا مرحبا لبى الشخصيات خلاص صورناك يا كسرها بالعافيه ترى غاليه كسرها بالعافيه يا حب الله يكسر وجهك لا تمدحني قلت له كسر بعافيه قال كسر وجهك كسر وجهك انا ما ادري الله ينكب كسر وجهك ايش الاستقبال الميت يا هلا والله الاخ عبد الله الشهراني وصلت مرحبا عبد الله الشهراني عادت مرحبا يلا حبيب اليوم مرحبا والله منو تعال ما ادري شكلكم حالكم جالسين كم شريتها بسرعه الله يسعدك يا حبيبي مرحبا الف عادت اصور معك على خشمي يا اخي خليني اجيب السياره اصبر يا حبيبي يا مرحبا ربك تعبان زيي لحالكم تاكل ليش والله جالس انتظر رفيق يا مرحبا يا رجال ما ينتظر رفيق ايش تمشي الموتر بخير يا ابو حسن افتح الباب يا ولد افتح الباب يا لب والله قلوب يا مرحبا يا مرحبتين يعطيكم الف عافيه يا يعطيكم باقي شيء واحد طلع عمر الشنطه لو سمحت الشنطه يا حبيبي تسلم الثانيه تسلم البيبان شفت ابي مذيب انت سكر الباب ليه انا عدتها ثلاث مرات خايفه ودي تقلع عشان ما تقب لا ياسر مو بالحين ودي حلم يا اخوة لا الربع يا مصاد طلعت ناس شماغي تكفون يا ريجي مشكلة تكفي يا صفار شماغي عطني شماغ عطني اشتري عطني اشكالك اولا عطني النعال الساعة 9 طالعين من بيوتنا من الساعة 6 من الساعة 5 مقومني سرعة يا الله الساعة 11 احنا وصلنا ذكرني ما تروح لا تصدمه يا رجل ايش هي قدامي بنقشه سيارات رحمة
رجلي كله مشبغ الله يلعب شيطان مش رجال فضيحه مش فضيحه انا معلمك انا قايل لك دايما اقول للمنافس لا تدري عشان قاعد منظم انت يبينك منظم عقل امشي الله يطول عمرك لا يهينك هلا ابو رحيم ايه ايه علي الطلاق لسمعكم بطاقات جيبوا البطاقات جيبوا البطاقات السلام السلام الله عليهم اسمع ايش النظرة تأثرت انا قبل شوي بغير حاضرك مني ترك بدري معنا حصل بينهم اكبر من كذا صح ولا لا الدعوة بسيطة واللي حصل سوء فهم الله يا شباب ابو سعد تدخل تدخل ابو سعد عزيز زينك ما شاء الله ابو عوض ما اقدر ما اقدر رجال ويزيد في عين الحرار ما ينقص هذا الله اللي حصل بينه وبين ابو ظهير اخو اخوه السلام والله الذي نفسي بيده اني ما ودي انها تتكلم في هالمواقف ولا ودي انه حصل اللي حصل وما زادها الا غلا ما شاء الله بسم الله عليكم ما شاء الله شو شباب يغارون يعني شو ما خلع الله يا ابو نايم اسمك اليوم احمد يا ابو نايم اسمي ينذكر وانا ماني موجود فما بالك لو كنت موجود ينذكر اسمي والله يعد ونعم ارحب ارحب يا ابو نايم ارحب والله اني مرحبا يلا انت حي جعلني ما عاد الهدف الرئيسي واللي اغلبنا يعني كان سبب بسيط اللي هيجي لا ادري السبب الاكبر اللي يعني اكيد لك انت تؤجرها يا حبيبي ف ايش رايكم نبدا في منصه تاجيرها الله بالنسبه لعزيز القدوه بالنسبه لعزيز الله الاشخاص اللي عزيز تعلم منهم الكثير يا سلام والاشخاص اللي بعد توفيق الله ودعاء الوالدين وصل اللي هو وصل له استاهلوا الاستاذ الاعلامي القدير زياد الشهري استاهل الاعلامي القدير ناصر الحربي مرحبا والله يستاهلون وين الله 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 طبعا راح يقدمون الحفل ما يجيب الا شيء نادر موجود اليوم معنا موقع الجرها الجرها يا ابو نايف منصة الجرها الإلكترونية أول شيء ما هي للسعودية لكل دول الخليج الشيء الثاني كثير من التطبيقات نشوفها مختصة بالبيع ولكن منصة الجرها كل شيء يطري في بالك أجره إلا قلبك أبي دور يا أخوي أبي أجر قلبي أنا متسامح يا زياد أبي أجر قلبي طيب سيني يا ناس حلوة طيب منصة أجرها لي ناصر عندك ساعة بالبيت شو تسوي فيها؟ بدل ما أني أخليها فترات طويلة ما أخذها للمناسبات ممكن أجرها وأطلع من وراها فلوس طيب عندي شاليه عندي عقار معين عندي أغراض كاميرا أو أغراض تصوير وإنتاج عندي شناط ماركات عشان فلانة وفلانة تشخص لأن حياتهم تشخيص وحقهم عشان يسحبوننا بالنهاية يأجرون قلوبنا للأسف يا سلام طيب حنا بما أن أغلبنا في المجال الإعلامي فالأدوات اللي تستخدم في المجال الإعلامي سواء من ترايبود كاميرا وعدسات غيرها إلى آخره نعرف أنها تكاليفها مرة عالية فممتاز أن نحصلها في منصة أجرها ربع السعر أقل أكثر لكن سؤالي يا وسام تفضل أنا أجرتك كاميرا مرت عليها شهور ما حد استعملها أي شيء يطري في بالك أستأجرت من ناصر مثلا طرح لي أنك تضرب اليوم سعيد جدا بلقائي بالأشخاص المحترمين جدا جماعة الخير شيء 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 الله أرحب يا غازي يلا حية مرحبا بك والله أرحب يا ابن عمي السماء ترحب والأرض ترحب يعني اكتسب انا اللي والله ارحب فيك تعني ما عدمكم اقولك حاجه تزوم الزور في المخيم حقك بزعله ما زرتوني نحتاج عزيمتك انا جاي عشان اعزمكم اصلا الله يكرمك
لبيك اقعد حبيب عمي اقعد حبيب اسمعني يا ابو حسن انا اقول لاحمد الرحيم انت رجل تملك موهبه صناعه المحتوى صناعه المحتوى ليست موجوده عند كل شخص الله هذه حقيقة والله ما اقولها لانك ابن عم وش ابي اتعبل ثلاث ايام ذي اربع ايام والله انا جالس الله يطول عمرك ما لحقني والله في شك هذا هو بس ما ادري هو يمدحك عشان هلا ومرحبا هلا ابو مطير هلا فهودي هلا ابو مطير يا لبي انت اللي تبي وش ارحب تجر خيمك تستهبلون انتم والله مصاري ادخل اجرها بس اقول كلمه سم بقول كلمه وخر راسك علي الطلاق خليك تهرج الا ماني باحمد يزيني يا ناس يا حلوه عاشق حسيت بالفخر الله يرحمه في كل انجاز عزيز عزيز لمن تهرج تكفى عزيز لمن تحدث تكفى بالفرح فيه عزيز ضروري جدا ان يكون عندك يا دنيا روحي ايش يا ما يعطي اللي هي الام عزيز محمد تقول الله يخلي هيك يا رب الى من اسعدني بانجازاته أقول لك عين الله تحرسك أينما كنت وأقول لك لا تقف أكمل طريقك إلى الأمام لأن ما كتبه الله لك لن يذهب لغيرك وما كتبه الله لغيرك لن يأتي فأحسن الظن بالله واجعله نصب عينيك لأن من كان مع الله كان الله معه ودعائي لك من القلب وفقك الله في جميع أمورك وأستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه والدتك التي تحبك أم عبد الله استاهل الله يلعن شكلك ما طيب راسي ابو عوض شكرا لك شكرا لك علي الطلاق انك كفو ورجل بما تعني الكلمة شكرا شكرا يا عيال بوفاق يا فوس فوس ما شاء الله على راسك يا رفيقي استاهل استاهل بتكلم مرحبا علي صدقني زعلان عليك علي الحرام قسم بمن احل القسم اني اذنب جدا علي الحرام وانا ربع سبع انا زي سبع انت بالذات انت يا فهد انا يا احمد مقصر معك بالحق لا والله العظيم لكن يشهد الله علي شهاده حق اني اغلق بالحق ابو سالم انا اليوم مشاعري متشتته من ضبخه مطيه ابو سالم جعل عمرك طويل يا ابو سالم ابو سالم لا تبكي يا تبكي لا تمسك لا اخذ شنبك واحذه يعود عليه كبر غلاك يا ابو سالم تعال من جنب الخدمه تعال تعال ابو حي تعال يا ذا الطوال ذولي مع بعض حبيبي يا زين ايش هذا ترى مكسور اوه نعم والله مرحبا وسهلا هلا والله عزوز شكرا يا حبيب اخوه طيب الله وجيكم اقسم بالله ما ادري ايش اقول لكم شكرا 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 دي جي هبي دي جي تكون دي جي دي جي عامل ايه
طيب امين. ومن يقول وطول عمرك ولا من يقول اني لغيرك انا لك مالي لغيرك. شوف ايش مكتوب. شوف ايش مدير التنفيذي وش ابتك بصير مدير التنفيذي. لا انت بس احمد ارحي الرجال قسم بالله تجلس معي اتحداك يا احمد بسالك عنها بعد فتره تم واتحداك ان جبتها لمساعد شوف سعد كرفيك يا عيني يا مسلم حنا مميزرين ومعزومين عقلك معك مستوعب انت تربطت يبدون التجشيم بدا وين جالس هنا مبيجر وترقص محترم عقلك معك محترم مسعود بن جعفر من السعوديه تدري انه وين مسعود وين سمايه فارس يعني شرق الرياض احنا شرق الرياض احنا بقعد 10 دقائق ناس التدريب انا المعرفه اللي عرفني يعني. انا بالمعرفه العذره شفت يا رجال وخر عموتري وخر وخر غير وخر عموتك هو يمشي برنا رجال الله يبيض وجهه بيض الشحم رحنا المحطه تبع 30 كيلو عموتري ولا عينا فيها كفرات فاضيه فالحين انا بصير ثقيل على الرجال الله يبيض وجهه بيض الشحم نرجع للموتر باخذ شماغي وبتجه عزيز محمد يجون عادل عيال هناك بطلع سلطان على وجهه سلطان ولا ما شاء الله ما شاء الله بس فرشه فرشه يا بدر ها خير ان شاء الله المهم اني معيف خاطري سامح طيب ما بقى عندي من اصنع محمد معك كفر لا لا ودني ودني مدير لا كفر كفر ودنا تكفى انا معزوم عند ولد عمي عزيز محمد تكفى يا مدير ما اعطاك وجه حتى ولا ما التفت محمد شفت الدنيا كيف في انا نفر انا عزيمه
والله العظيم شوف انا بنشر هنا اخي، يبغى يروح على الدباب. الدنيا واسخه، شفت كيف ام علي تحطه في وجهي؟ عاد الدنيا واسخه ليه؟ ترى على الدباب ما عاد يا دنيا من انتي تحتاج جسدي. ها تبي نبني فيها مشاريع ونكون عالم؟ شوف اعلمك. اسمع الحين هذه الارض، الارض السبحه. يلا الارض السبحه كم مساحتها؟ 800 دبلوكس. دبلوكسين؟ ايه 400 اجر اللي فوق 40,000. اه زين. ايوه والارض هنا اسكن فيها. ايش رايك اسكن وين؟ اغرف لك غرفه ذي. الحين دبلوكس واحد عاد انت دبلوكس واحد. نبي نأجر شو اسمه شقة فوق، نبي نأجرها شقة فوق. الحين هو دبلوكس واحد مو دبلوكسين؟ لا دبلوكس واحد. طيب والشقة اللي فوق نبي نأجرها؟ اوكي. واللي تحت نبي نسكن؟ لا نبي نأجر اللي تحت بكم؟ ما ادري والله. اللي تحت اغلى. مو قحف العمارية، دامنا في العمارية. تم توقيع الشراكة بيني وبين ابو منصور. بيض الله وجهه. هاي هالبناء شلونك؟ والله هينك كيف الحال؟ حوري ما تعرف تبدل سبير؟ سبير مبنجر ترى نبدل ونمشي. سبير مبنجر؟ اه جرمشي توكل نعب. والله والله أجرها ترى هم خدمات توصيل كل شيء نجرك بنزين عبي كل شيء. مرحبا ابو محمد. يا هلا 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 مبروك. الله يبارك فيك. لكن انا من اليوم اتساءل عمري من يوم خرجت الدار. اجلها اجلها وش هذا الشيء؟ اجلها بتشوف لان اذا 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 حركتها طلعت بالشكل اللي انا ما ابغاه. عسى ربي يوفقك. الله يطول ابو الله. كنا معك بالحار والماء خبور الله رب البيت ما عنا عنك بصد عزيز. لكم لكم ريجي طيبين. شعادك الله يطول عمرك. الله يطول عمرك. الله دقيقه ورهم صح؟ ايوه بس يسوي هذا البطاقه لي انا. الله الله يا سلام. الله يا سلام. شكرا يا جرح. شكرا تواجدين هنا والحضور طيب. طيب يعني انت بس تمدح لي هي ليه تقف السلام وري. سلام يا سلام نواف. والله ما عرفتك. ما عرفتني في عتيبه ما قدر غير رب العالمين. لا كذا امسك شنو بس سعد ما عليك. ليلة ما في عتيبه هو الكلام الفاضي. لا اجرها شبت النار. ابشر بالله بس سعد شبت النار لين نطلع من عندك. ابشر بس سعد. ارحب ترحيب المطر. ارحب ترحيب المطر. مرحبا هاي سكريبت. هلا وايل دونها. ابشر بس سعد. ارحب ترحيب المطر. مرحبا في وين ماخذ حقك؟ لان دايموند دمون عليه تستاهل الطيب. ارحب ترحيب المطر. شرف يوفقه ان شاء الله. مرحبا ترحيب المطر. هذا انا احب والله اني اقدرك وانك استاذ. السياحه وين وين راح؟ يا سعد والله ما اخذ شعفول. يا حبيب شعفول والله انه هو السبه. انت ما تدري والله اني ابيك. طيب انا ادري الموعد كان ليش اخذه؟ فك فك طيب لا سعد ما شكر الحين. طيب شو فيك محصل؟ قطر. ابشر ما بس وين مدعي؟ دام معنا جروب جديد يا عيال ترقبوه. طيب على طريق السيارات ايش رايك بالله بالسيارات؟ شوف ايش رايك بالله بالسيارات؟ ايش رايك بالسيارات؟ ايش رايك بالله بالسيارات؟ هذا امدح انا الزوجات توكل على الله. اهلا اهلا بدون تحيز. ممنوع التصوير ممنوع التصوير. اسمع خير ايش عندك؟ هذا فن من فنون التسويق. شوف الحين كيف قاعدين نسوق لي وش التسويق هذا يا ولد؟ على اسمي اقسم بالله تدري شغل عدل. صوره اقسم بالله يا شيخ. حتى انا حتى انا الحين البس انا من اول ما البس ليه ما ايش عندك فيها؟ وش عندك شيء بتاجره؟ شكرا الله يوفق عزيز. وش عندك شيء بتاجره؟ وش عندك شيء بتاجره؟ شيء باجره قلبي. قلبك لاني مش قاعد استفيد منه والله. ما راح. مرحبا اهلا وسهلا حبيب قلبي. يلا حيا ابقاك الله. يا اخي انت اشغال انا من ظهر الناس تقرا صوره الكهف هل مسلمين؟ والله هذا المطلوب احنا ننفذ يستاهلون. اهلا مهند. مرحبا في ذمه في ذمه. ما عليه ما عليه انا حاس حاس يا اخوي. ليش تبكي دقيقه خليني اقول ليش تبكي؟ قلبي الصغير لا يتحمل. ليه؟ يعني انت ما تبي هذه اقرا صح؟ لا ها شوف ها انت ما النجاح النجاح باذن الله. بالله العظيم انه فقط
يعني والله احيانا نحضرها احنا المواصلين يعني والله ابدا ان شاء الله ليش موزرين ان شاء الله ما ليش اوه سكر تصوير لا مشكلتك بس انا مبشر جاي ادري وش تسوي مبشر ارعب ازعل يقول قليل الرابع ارعب ترى عيب المطر يا هلا ها مستخبرين اي والله مستخبر مو منو انت كل فتره تعطيها خبره هو تمسك سرعة امسك سرعة اجرها اجرها ها دوف عالبا انا حاضر طيب دوف عالبا حق شهراني اعطني واحد في سكسي ايه. بارد انت انت ايش تبي نايف مقندات انا هنا يا ريجي ها مبهره 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 هذه قهوه بارده انا هالعيال ها الشرابيت هذه لحد يقبل عليها قهوه بارده قهوه بارده اي حاره حاره دعت في قهوه انت شايف انت احنا في الوش حراره يعني ايش بحراره ايش تبي بعد كاميرا يا رجل ايش لديه تعال 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 رجي هنا هذا والله يسكر من عندها ها والله لو تاخرت قهوه دي ثلاث ساعات تغدى خضراء نعم معدتك تروح فيها بس تعال خلها تروح فيها شيبانا قبل ما مات اي والله حرام مشينا مشينا تعال مشينا يا هلا ابو فارق مرحبا مرحبا بكم شاعرنا الله يرضى عليك وميرنا ويرحم والديك ومقدامنا فهد فارق جاني والله فداك وتمدحني شوي وتمدد وجهي بقوه بعد واطلع بقوه كوكيز الله هلا شباب وتمدد وجهي بقوه بعد واطلع بقوه اقول صفي ما تمدد ولا جيت افرد عضلاتي ولو صاحبك تعرف طبعه الله ما يحدد والظلام المر الله ما تمدد والله حتى يا احمد بروح جنب صديقي بالله سلطان نايف يلا يلا عطى عطى تشيز حظك يا احمد يناديك سلطان اسحب علي براس اسحب علي براس احمد يا حضير شوف نايف شوف نايف شوف نايف شوف نايف اجل هذا لا جبت صار ممكن يشوف طيب صدق عطني انا اللي رفت الجوال ايوه يا ويلح هذا هو اربع ارقام بصور جواله 1 4 2 اخروره تسمحني اصرح بشيء ثاني شيء شخص بجيب اسم امها الحين يا ويلح نوره 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 1 2 ايش دراك انت؟ عايشة هون عندي فزية الله يطول بعمرها ايش تقولون ايش كان المشكلة ولد عباد ولا مسك وذاك هات شفت كيف؟ هازلين منه ثم وجت الهوزة هنا ها؟ هلا ولد عباد ايش صار؟ ايش صار؟ مستحيل انا لا يا نا رقتك رقتك يقول حربي لينا وش هذا؟ ترى ابو سعد قبل شوي حطوا في بالك بامكانك تحصله في موقع ومنصه الجبهه الالكترونيه احيانا في بعض المنتجات اللي موجوده عندي بالبيت لنفترض على سبيل المثال اساس يروحي ايوه اجرها من اخبث المخ سعد محمد مبروك حبيبي حبيبي عزوز شباب يا رب التنزيل ودحهم الزانس الجرح
أجرها أجرها. السلام مبروك يا مرحبا. والله مبروك لنا جميعا. والله العظيم إننا نجح. ما هو بس العزيز. والله نجح لنا. أي والله عسى ربي يوفقه. والله يبيض وجهك. الله يوفقك. حضر لا هذا فين هذا حق السوري ايوه نواف احنا دي من الديره صح نبي موقع نصلحها اي والله تم مشروع عبد الله الشهراني الجديد خربها طيب يا والله كنت العب ام السانس نسيت موقع عبود وشربها نقدر نجرب سياره ثانيه غير ذي ها نجرب شيء نجرها ايش رايك نجرها خربانه زينا وناخذها هذا اللي اقول آه زين. أجيلها وراح يطلع. إيه. خلاص التطبيق عزيز تروح حطه أجيلها. أجيلها. إيه يقول أدخل التطبيق عزيز وأجر إشبير مودري. والله من الحين شغل بزنس. والحلا. عبد الله ايش تقول بهذه المناسبة؟ راجع على بين عيونك استغفر الله ليه؟ من ذنب الحين شكرا شكرا يا مسعود والله بيطشك والله ما طشك شكرا يا مسعود بن شافون عفوا شيء ثاني الله يبيض وجهك ها؟ الله يبيض تبي السعادة؟ لا 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 والنبي ترى ممكن اجيكم ممكن اجيكم تقطع النعم هلا والله قطعنا الهواء زين يا عيال مين جيتك معي يا حسام مني غصب علمتني حد الكذب لا بدي اجرها عبود عبود المبروك الله يبارك فيك الله يبارك فيك اخيرا اشتقنا لك ايوه انا من جمهورك اشتقت لك يلا تعالوا بس لا ابو 10 دقائق عبود شهراني وانا طيب اطلب ناكل نسحب عليه نعم يا نعم نبي ناكل ناكل الحين نبي ناكل الحين نفتح لكم بس تكتك حياكم الله بالبيت انا خلاص ايش بدنا نسوي جوا الابياضه لا اخترعت انا يا حيو يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا اسماعيل يقول فاذا وقفت امام حسنك صامتا قصمت في حرم الجمال الله فلا تلومني يوم انبشمت ما قدرت اطالع فيك سامحني اسالك بالله انت تقصدني اقصدك نعم هي ذمتك بدون ذمه وبدون حرف يا مرحبا يا كريم مرحبا بك لبى والله ريحة حاي الله يمسك الله يحييك مرحبا يا ابو اخو سلمى ترى هي بالمطر من البارح عالية لكن تستاهلوا اي غزاء يا اخي اي والله عشان الله يعافيك طول عمرك ارحب الله 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 أنا في الماقف ذا سياح محمد الغيري والله سبعة عام فيك وأنا عزيز محمد الحارث حي ذا العين الله يطولك الله لا يهينك آمين آمين إن شاء الله أني أشوفك إن شاء الله راح أجيك لاس داخل البس أكن ابن أمك
لا ترد على اتصالي علي الحرام لا بلك انت كذا ما ترد علي اصلا انت في الوضع كذا انا دق ما ترد من العيب دقيقه انا ذنك ابن عمي لا تقول شيء لا تقول شيء بقبل لبي لبي هذا قلت فيه هوشه شيء بفزع معك ضده ما عليك الحمد لله شفت خيانه ما اصلا خيانه الا 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 طيب راس طيب راس طيب طيب راس اقف معك لا نبوكم يوم طيركم تاخذون مواجهكم تشرفت اليوم بعبد الله بن محمد يعني والله ما بكيك الشرف لي الله يصدق سمو اني اروح زي مذكرة يا ابو محمد ليه دقيقه ليه ليه ايش فيها زي المرازيب اول مره في حياتي شخص مرازيب الا اول مره تصير فخم صح فخم من يوم ولدت على الدنيا وانا فخم اسالك بالله اي والله اللهم لك الحمد اقسم باية الله ما هو برفيقنا للبارح ليه والله ما انت برفيقنا للبارح يا اخوي انا ها خلاص ارمها يلا سرم ليش عزيز انيق مو مثل ولا مثل ابو راش انا الشيني امسك امسك دقيقة امسك ورها مرها مرها امسك شوف ليش 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 اقسم بالله ما في الا الحبل حق الجزمة الله يكرم السامع خزران خضراء ابوي ايش الذوق ذا ساحر انت عائله والله يمسكم بالخير يا مرحبا يا ابو هيف يا مرحبا الله يبقيك انا سمعت لك منكوسه اشهد انها اشهد انها خلاني اشري الله يرضى عليك اعطنا اياها لها قاعدنا عندها قوت الطيب اعطنا المنكوس سلام من البردان من البردان جرت القصيد من البردان انا بس ها ان شاء الله صح إيه؟ يا انك تكمل القصيد يا انك تعتزلها على حشو واللي اللي شاد انا اتكلم لا لا الانشاد لا ما انصحك انا كانت نظره محمد الزيزي فيك حلوه صح هو يقول انت فاشل مكبر انت افشل افشل نعم اي خدمه لك طال عمرك شرفتنا شكرا سالو مرحبا يا مرحبا بك يا ابو محمد اول شيء انا مبسوط اشوفك جميله من ادب من خلق ما خلت لنا شيء يا زينك يا اخي العقال هذا انا اعرف حق من لحن هذا عقال سيد الجازة طيب ليش دقيت عليه موقف الطوارئ ابو جابر كيف نسيت عقالي وبعد ساعه مشوار ما ينفع نرجع قال شو اسوي قلت له سيارة نجيك واخذت عقاله والطاقيه سرقها من ابو البراء وشعرك طالع من الجنب يلا امشي اول مره اول مره اخاف ليه يا ابن الحلال اخاف بالله يا حسين ذا الوجه والكشفه هي مشكله ما في الشكل ها. في الموهبه في الموهبه ايوه في المحتوى اديني كذا تومني مرحبا. واذا ما نمت اذا ما نمت ان شاء الله يقول ابن الحلال شكرا مع السلامه يا مرحبا امي باقي تبغاني يا حلال بصراحه ذات البين في الرجال هذا اخذ عقاله بسام ذكرني امام مسجد اخذ عقاله بسام قال بسام ما البطله فروح تعلمت قلت تعال خذ عقالك ايش تشوف شغلي انا هذا بيض الله وجهك وجهك ابيض مشينا نروح ناخذ يا ابوي قبل بسام دقيقه بسام بسام انا اعرف عقالك كبير كانك فرط في جي ها عشان معك في جي بسام دقيقه بس حط 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 حطيتك الثاني دربيل عشان اشوف لا شوها بالله وينه نور عقاله وين مسروق شبه في وجه شبه 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 صل على النبي كني ملكها اسمع يا اسمع بعلمك انا والله دقيقه انا سرقت عقاله يا ولد سرقت عقاله انا رحت له قلت خله يا اخي سام انت رحت علمت والله لا ما علمت لا استغفر الله العظيم والله كان عندي تجمل هذاك قالي مسك يا ابو جابر عقال وانا جاي اسلم وش اللي صار انت قلت تتعشى يعني ما طلع لي لا لا ما شيء في الحار ذي ما قال شيء في الحار ذي ترى موجود غساله غساله موجود عزيز تدري ايش جاء قال لي قال لي ابو محمد انا دقيقه بعلمك قالني قال انا والله بسلم بس خمس دقائق وبطلع صح انت قلت لي لا صحيح قلت بسلم خمس دقائق وبطلع حطي صح يا اخوان يا اخوان عيال ما هم قايلين ها عيال عيال طلع وين الله يعيني طال عمرك بيجون 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 ابي 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 خلوكم عندنا الشيء قريب يا مرحبا بكم هلا حبابك هلا بنبدا حفلنا البسيط جدا
أول حاجة الحفل مبروك لكم، ما هو لي، ما هو العزيز، مبروك للمقدمين، واللي يشوف عزيز من وراء كاميرا الجمهور. بنبدأ حبيبي الله يطول عمرك، المفروض إني ما أسمع ما أرد، لكن شكل جديد على الشغل حبيبي. بنبدأ إن شاء الله. قال كل ما نكب وعوض وما تستاهلها، وهو طيب وقالها طيب وسمي. أنا قبل شوي بغير حاضر ومنيت لك بدري معنا، اعتذرت منك والدعوة بسيطة، كان في خاطرك شيء أبشر بالحق وما يلحق، ولا أخواني حصل بينهم أعبر من كذا صح ولا لا؟ الدعوة بسيطة واللي حصل سوء فهم، ترى هينا كل أبوها، لا جاء بيننا دم ولا جاء بيننا شيء. ارفعها يا عبد العزيز، عبد العزيز ارفعها يا أبو ظهر. والله اني مرتاح، وخذوه فغلوه على طول ولا تدري شيء ما يحتاج. اول شيء ابو عوض ما اكره، ما اقف رجال، يزيد في عين الحرار ما ينقص الهبت. واللي حصل بينه وبين ابو ظهير شو اختلاف حصل بين الاخ واخوه؟ والله الذي نفسي بيده، ما ودي اتكلم بهذا الموقف، ولا ودي انه حصل اللي حصل، وما زادها الا غلا. والساعة اللي غير جات فيه وجات بها الموقف، ابو محمد كلها بركة. وانا اعتذر لابو عوض ان كان بخطا ولا بصورة. بيض الله وجهك يا ابو ظهير. اعتذر لاحمد بن القيم الشيطان اصوات الله صدر وجهه اي بنية يعني الراحم على ولي والثاني. أبي الله وجهه اسمي مش ابو عوض، والزياد يقول العين يجيها وقت المنام ما يقذاها، قذاني ولا نمت، وهذا ممكن سبب تاخيري اني ما نمت اليوم. هذا من طيب الله، من غلا ابو عوض ولا هو من غلا اخواني اللي مو وراني. ونعيد ونكرر، والذي نفسي بيده ان دائما سكرت الله الله الله. بدر بن هزاج على بيقرا افكارنا في المطيري. يا عزيز واو يا ازعاج يا ولي سمان، بعد منك الغالي ليه جاهز؟ كان يجب لي فرصة. شوف في قراءة الأفكار اللي أستاذ كل شيء أنا بسويه أنا أستاذ من قبل ما أبدأ، وإذا هو واضح إني أصرح أصرح. بستاذ منك قبل ما أصرح عنه. شوف في العادة أنا دائما أقرأ أفكار وأجيب باسوردات الناس جوالاتهم. حلو؟ تسمح لي أصرح في الباسورد حق جوالك؟ إيه. عادي؟ متأكد؟ إن شاء الله. هو شيء يعني لك صح ولا لا؟ إيه. يعني لك صح؟ إيه. يعني لي يعني ويش؟ إيه فهمني؟ إيه إيه. يعني 1-4-2-2. ها؟ 1-4-2-2. اسمعني المايك 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 1-4-2-2. صح؟ ارفع المايك طيب خلوهم يسمعونك. عطى عطى عصب طيب ارفع المايك خلوهم يسمعونك يا حلال. هذا هو 4 ارقام بصور جواله. 1-4-2-2. رب رحمتك. هذا هو 4 ارقام. الله يطول بعمرها. تدرون ايش كانوا يسمونه وهو صغير؟ بالله يرفع يدك خلني اشوف، خلني اتاكد هي الكلمه صح علي ولا لا. هذه عيره سابقه له، اقولها عادي. مكونه من كلمتين. ارفع المايك. المح يا جماعه. لا على بلاطه. على بلاطه ابو سيقان. غمض عيونك وبس، غمض عيونك 1-2، غمض عيونك، استرخي تماما، بس استرخي تماما، ابغاك تركز بس بصوتي وكلامي وبس بصوتي وكلامي. انت بحالة هدوء الحين مرة عميقة، وكل مالك تسترخي الان اكثر واكثر، خذ نفس عميق، انسى الاصوات الموجودة وركز بس بصوتي وكلامي وبس بصوتي وكلامي. ممكن تمد يدك؟ مدها مدها، والله ما المسك والله ولا جيك، مد يدك بس. شوف اللي راح يصير، هو مسترخي تماما وبس مسترخي تماما. ركز في الرده تمام؟ إذا حسيت بحاجة خليك ثابت تماما وبس خليك ثابت تماما. كل اللي أبغاه منك
ركز بس بصوتي وكلامي وبس بصوتي وكلامي. خذ نفس عميق. ممكن تأشر لي ممكن تأشر لي وين كانت مكان اللمسة؟ ودائما المتميز والفريد والداهية ما يجيب إلا شيء نادر. موجود اليوم معنا موقع الجرهة. من أسعدني بإنجازاته أقول لك عين الله تحرسك أينما كنت، وأقول لك لا تقف، أكمل طريقك إلى الأمام، لأن ما كتبه الله لك لن يذهب لغيرك، وما كتبه الله لغيرك لن يأتيك. فأحسن الظن بالله واجعله نصب عينيك، لأن من كان مع الله كان الله معه. ودعائي لك من القلب، وفقك الله في جميع أمورك، وأستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، والدتك التي تحبك أم عبد الله. هذه رسالة. اثنين واحد. يستاهل ابو محمد الله. لا 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 ما له دخل. يا ابو سعد الله يبيض وجهك، بسالك سؤال. بيه سعد، هل تؤمن ان سياف يوم قال ترى باقي البرامج وراحت ولو جات ترى سكريبت الاول ورايحهم خدومي، هل هي صح؟ وقتها كنت اعتقد ان من حب سياف لي والنسخه قال هذا الكلام، ما كنت ولا 1% أراهن أو عندي ثقة إنه كذا، لأن أكيد ما في ناجح إلا بيجي أنجح منه. يا سلام. بس إلى الآن مسافر راح ولا جاء. الله يرحم والديك. إذا الله أتشرف، أنا أتشرف إني أقف أمامك. يا بعد أنا أتشرف إن عيني قاعدة تحضن عينك. جعلني داخش مكان زم. معي. معك خلاص أنا. العمر يمضي بنا وظروفنا ما تهدى، خف يا راسي من التفكير وله جاسي، يا عظيم في حياتي ما عليهم بدا، زين وضاعي وحالي ويتشافى، بأسي والله اني كل ما قمت لشي حالي وشي براسي. ببكي شيء متابعين وبعد الحفل العزيز ويقابلك هالشخص يا حبيبي، وش احلى منه ما شاء الله، شو التجهيزات الحلوة ما شاء الله تبارك الله. كلامي ما هو بهنا، أنا مدحي ما هو بهنا، مد هناك على المنبر إن شاء الله. عزيز المفروض يجمعنا من زمان، سلم أنا متحمس. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا عزيز، بسم الله عليك أبو البراء أجرها. أهلا وسهلا والله. والله ما تكلم يا مرحبا. يوم تم هيك اسلم راح اتعب الله في جمالك، كنت احتاج لي في شوفك الطيور ولا تم كشفتك يا بنت، انت كذا ولا كذا ماشي.
ارحب يا ابو عشق البقول الله حيه الله يبقيك ويسلم نعمه وانت لعاد تحتار طيب فيما تكنه ويكنه ضميري اسلوب كل بارد مع دمي الحار ضيع علاقتنا وحدد مصيري يا سلام يا سلام صح مكونة من كلمتين لا اهلين اخوي عزوز اسعد الله مساءك عزوز بسألك سؤال وين الشاهي باذن الله مع المبلغ اللي اشتري فيه ساعة غالية وابغى اشخص على ناس لعلي اكسب قلوبهم يعطوني ساعات مستقبلا ملك لي ناصر عندك ساعة في البيت ايش تسوي شاليه عندي عقار معينة وفلانة تشخص لان حياتهم تشخيص وحقهم عشان يسحبوننا بالنهاية يأجرون قلوبنا للأسف يا سلام يعني اغلبنا في المجال الاعلامي فالادوات اللي تستخدم في المجال الاعلامي سواء من ترايبود كاميرا عدسات غيرها الى اخره نعرف انها تكاليفها فممتازة نحصلها في منصة طيب اخر شيء تشوفون هالجمال والترتيبات هذا من شغل شركة مقر النجوم فشكرا لهم على سحبوا علي سحبوا بكرموني هم قالوا اخر مكرمين شاركونا وكان تضحك بعد جون رايك معري قبل لا ننتقل الى بعد وانا والله يبعوا الموت تفضل يطول عمرك سحبوا علي اوريكم يا الطيريين اوريكم يا الوصفي يا رف الضنون ولا تسدد لو سلام المجينة في علوه مستحيل تصد نفسي تشح نفسي وتصدد وترك المنبر ولا شاعر فوه بكنا نايف وباقي واطلع بقوه انا جيت اقول صفي ما تبدد ولا جيت افرد عضلاتي ونوى صاحبك بتعرف طبعه ما يحدد والظلام المر قصيدها القديمة ما تردد ما تشوفه مشعل مشعل قصيده ما يشوه ولو قصيدها القديمة ما تردد ما تشوفه مشعل مشعل لو قصيدها القديمة ما تجدد ما تشوفه مشعل في حضرة سموه داهية وتحلل الحبل المعقد مثل ما قال ابو هادي جاب قوة وطيب فعل وطيب خوة اضرب البيضة بيدك ولا تردد اضرب البيضة بيدك ولا تردد ولا تفكر يشرفني اول حاجه شكرا لك يا عبد الرحمن الكليب ابو عبد الله لا يهينك ولا هي غريبه ولا هي غريبه على ابراهيم الحسين الله يطول عمره ولا يهينه يستاهل صفقه يا الله يجي لانه يعني كبير الله يطول عمركم ولا يهينكم وشكرا لكم من القلب كيف تدري اني جاي من الديره كيف تدري اني برستيج كيف تدري يا عبد الله 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 على خبيانه برستيج ما يمدينا اصلا نقول برستيج تهاوش الله 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 عليكم ايش البرستيج الحلو سعود ايش وجبتك سبقتك جيب سوي يا سنك سنك الله يفضح الله يفضح انا بس سعود يا ولد انت مران شلون؟ انا امشي على استاذي معلش لا تاخذ ارحب الله يا عبد الله مرحبا ومسهلا انت فيك سلامه خاصه يا علم الله ارحب ومسهلا ارحب بس مليون صح؟ والله يا عود السيطه ما حصل بيني وبين الخلاف ايش ما قلت لك انت ابيض وجه غران يا ابو العرب الساعه الطيبه اللي جت على دخول والله العظيم اللي تركب ابرك ليل ابو عوض والله يسامي ونعت الله عندك كلمة مستانس بس بسم الله احنا من اكثر الناس اللي مستانسين اليوم الله يطول بعمرك اعمالكم جماعة انا شايف
يوم أتأمل في جمالك كنت محتاج لي في شوفتك خلوة ولا تهمك كشختك يا بنت أنت كذا ولا كذا حلو. فلا نايف وما فمو شطارة شطارة ما بقى الليل والناس فمو شطارة شطارة ما بقى الليل والناس ما ساقنا والله إلا فرح لهالشخص اللي هو عزيز. أبغى أطرح إعلاني في الموقع أو عن طريق اتصل فينا عن طريق الموقع دايركت تقدر تواصل مع المؤجر. المشاركة تقدر تسوي شير عن طريق أي حسابات السوشيال ميديا. نتمنى إن شاء الله التوفيق يكون حليف لكل الخطوات اللي يقوم فيها حبيبنا وأخونا عزيز محمد. هذه هي التفاصيل وهذا هو الموقع بإمكان أي واحد الآن أن يدخل ويكتب منصة أجرها الإلكترونية. المناسبة الأخ والصديق والأنيق أبو نايف ابن حبلين تفضل الله يطول بعمرك يا سلطان. سماك ولا نزل على الأرض أرضك موصلة أرضك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مساء الخير جميعا. قواكم الله جعلها جمعا دائم يا رب. شكرا للسادين الكريم عزيز. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يقبل الوجه خطوة وبداية موفقة بإذن الله. يذهب لغيرك. أول حاجة شكرا لك يا عبد الرحمن الكليب أبو عبد الله الله لا يهينك ولا هي غريبة وله غريبة على إبراهيم الحسين الله يطول عمره ولا يهينه. ثواني هذا معتوه معتوه يا أخوي. يا رب يا ثواني هذا انيق. شوف يا عيال بالعافيه يا شراني. شوف ركز لي على تكنيك الملعقه بالعافيه يا حبيبي. اي والله تبغى تطلع علي رخام عليه البرتقاليه وين يقدم بالبرنامج اللي انا فيه ويجيب هدايا كل متسابق لنا واحد هوني تبع. مرحبا امان رحمه الله قاعد يقول هديه احمد يا الحزيمي في المسرح ولني الرجال اللي قلت الله يبيض وجهك صقر انت حاصرك قويه وكذا يا عيال. يا مرحبا. هلا هلا يا ابو متعب. هلا هلا مرحبا. لف عليك لف. لا 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 يا مرحبا. هلا كلش فرحان. مرحبا الله يبارك فيك ابو متعب بيض وجهك جعل عمرك طويل. انت اخو ولو اضيق انا وياك واجعل راسي وراسك الباقي انت معي صح من بيني وبينك اشياء لكن العنت العنت ابوها والله ما نسلم الحانه لحد صح ولا لا احنا رجال عيال رجال بدعوه بسيط جدا بيض الله وجهك جعل عمرك طويل. لا والله انا في خاطر والله انا في خاطر طيب ارحب بجابر. عطني عطني ايوه عزوز ايوه.
بالعافية. والله الحين تقدر تاكل وانت مرتاح. جعلني العافية. بعد النجاح اللي شفناه وبعد التميز اللي شفناه وبعد الفكرة المبهرة أنا فخور جدا. أنا فخور في قوتك والله يا أبو. الله يطول عمرك الدواهي. إذا شفتوه أو الفترة اللي طافت تقول أنا مشغول مشغول، يا أخي جاب لكم شيء يخليكم تسكتون سنتين قدام. فخور يا حبيبي. طبعا أنا سعيد وفي نفس اللحظة حزين، لكن قدر الله ما شاء فعل. أنا حزين لأنه كان بإمكانه يعطي أكثر. في نفس اللحظة سعيد للي قدمه. متأكد أنه مبدع ونجم. مرحبا يا مهند. طيب جيك. حياك الله المهندس. متعب. كيف الحال؟ الله يعافيك. فخور فيك. الله يطول عمرك. لأني راهنت عليك وقدمت الشيء الطيب المثري. الله يطول عمرك. الشيء الثاني النجاح إذا كان للبعيد نفرح فيه، فما بالك بأخ وابن عم. الله يطول عمرك. الله يوفقك إن شاء الله. وما نجي إلا بعدك يا أبو متعب. وكل ما مشينا عليه هذا من نهجه. مرحبا يا هلا. مرحبا ويا مسهلا. ما نجي إلا بعدك يا أبو. أطول عمرك. ونتعلم منك. أنت مدرسة في الإعلام. أبيك توعدني بحاجة لمحبينك قبل كل شيء. أنا توعدنا إنهم يعذروني وإن شاء الله خير ما يعذر. على إني ما فتحت بث، لكن فتحت سبيس وإن شاء الله اليوم بنفتح بث ونشرف الله بسعد. توعدنا بالنجاحات القادمة بإذن الله. أنا جد أقولكم علينا يا الربع ساعة أو أقل من ساعة نعوضكم بالأجمل بث. تكفى الحقني بها زين. يلا هلا ادرك نظر الخلا شلونك لا ساك طيب تكفى الحق لا تضايقوني يا اخي لا تضايقوني فهد فارع السلام عليكم عادي صار يا حسين يا مرحبا يا حسين كيف الحال طيب مبروك يا حبيبي انا عرفت ما اتكلم بالماي قريت ان انا تكفى اتكلم تكفى الله يلعن يا عيال عيال ما هم قايلين ها عيال مسعود عطنا عيال فين تفاعل وين ارحوا يا مطير يا مرحبا وسهلا ارحوا هذا ابرك الحزان مرحبا مليون يوم والله والله تدري شغل اسهل الرجال ترى مو بثقه ابعلم خل ما هو بثقه اولا كابنا مقنده ورايح يسربوته هناك بنبدا ان شاء الله اول فعاليات الحفل العزيزي عج في حضره سموه حقه ما يرحم والاخواني حاصل بينهم عقوم صح ولا لا الدعوه بسيطه واللي حصل سوء فهم ترى هينه كل ابوها لا جاء بيننا دم ولا جاء بيننا الله 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 مؤجل من المستاجر التصوير اللي هو 360 زاويه تفضلون حسين الظن بالله يا ربع الله يجيكم والله نعم الله عليك يا عزيز محمد من جابك في الجنة والله يوفقك يا مرحبا يا شباب أبو ظهير يا مرحبا صقر انت حاصنت أحمد أصور له يا الحزيبي في المسرح لأني يا الرجال اللي قلت الله يبيض وجهك صقر انت حاصنت يعني راي علوم وين نعم الله عليك لا 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 ولعوها نار والنار Yeah.
نطلع من الحفل يعني بروح انت قهوه ولا نتمشى ولا نروح؟ شوف شوف السيارة الله يقطع قيمتها 400,000 مكسر ورع امسك امسك انا طيب نسيت ما عليك على يطلق سيارات ما عندك الدزم ما بعدين طق انت مالح بسرابك نطلع من رجلي رجلي يا عيال سعد ودنا الطبيب جاي بسرير عندك انا صلح تاير ولا ودي طبيب ولا اكلم الستيشن يلا يا بدر طبعا هذول لا صلحوا البنشر ولا شيء بس كذا واقفين سوي واحد اجرها صاروخ انت لو حط ولا عطرت انت لسه زر امه نواف اي والله بردك يا لعنة ارحب يا رجال ثيابي يا هلا والله ارحب شاي واو هذا زي رسمي لك يا مسعود واو كربي الله يحييك مرحبا هذه هدية ها نعم يا هلا والله يا مرحبا حسون جلسة خاصة ابو واو تدشين شاي واو صبحكم الله بالخير لا زلت في كابينة المبدعين مع هذه الأسطورة عندي عامل يجمعني مع هذه الأسطورة يا كذاب ما تسجل أبو سلطان يا مرحبا بكم أسهلا تقروا العمل اللي راح يكسر الدنيا بإذن الله الرحد فعلا راح يكسر دائما سكريبت نسجل ألو أوه آسف حسب المايك بس بخير يا مرحبا وسهلا يعني هم الوجه كله جاءنا بليو غابني وقهرني يوم دران اسبوع في حفلات وفي امور وفي جاء بليو ودخل يا حرب طيب حاجة هد لنا الفعل في الميدان ما ناخذ المجد عاد ولا شاعر فوه ابتلى نايف وباقي وتمدد وجيب قوه بعد واطلع بقوه نايف وباقي وتمدد وجيب قوه بعد واطلع بقوه هد عضلاتي ولو صاحبك وتعرف طبعه وجه تلدد تدري وجه الحقيقة ما يشوه ولو قصيدها القديمة ما تردد ما تشوفه مش على مسيرة مبروك الله يبارك مبروك ويسر لك مهبلي تستاهل الله يزيدك من محبة الناس ولمتهم اليوم اللي كلهم جايين عشانك زوجة تكرر 10 9 8 7 6 5 4 3 2 واحد دائما حديثي الاول ابو نايف أجر قلبك وأجر قلبي عسانا نلقى شيء نهتم فيه يا حبيبي 9 8 7 6
الله يحييهم. الله يحييهم. مرحبا مساكم الله بالخير يا الربع. هلا هلا والله ومرحبا. اقربوا اقربوا من المسرح جاي. حياكم الله. هم قايلين هم عيال عيال طلعوا وين؟ بيجون بيجون بيجون. خلوكم خلوكم عند الستيج قريب. بقول بقول شيء بقول شيء. ها جاك 511. كيف الحال؟ الو يلا حيهم من مشيتوا مبروك لكم. مساكم الله مساكم صباحكم الله بالخير. بعيد عن شكل مبهذل، بعيد عن كلامي او طريقه كلامي اللي نوعا ما فيها من الارهاق، شيء عظيم جدا. للأسف أنا عندي جوالين، جوال أصور فيه سنابات وجوال أفتح فيه شبكة للثاني. حلو، الجوال اللي فيه شبكة طفى، فقلت عادي أبى أصور بالجوال هذاك وبعدين رحت جوال العشاء حاول أشتغل شبكة نزلتها مرة واحدة. حلو حلو، طبعا مو أنا اللي يصور، مسلم شخص يصور بجوالاتي أو بجوالي. الجوال اللي أصور فيه سناب وهي ما نزلت لي ما في شبكة طفى، والسنابات اللي كانت موجودة راحت. لكن أبشروا بالعوام، أبى أجمع السنابات، أبى أكلم أشخاص يصوروا سنابات كويسة من الحفل وشرح الحفل وبرسلها لكم. معلش على الإزعاج لأن أشيلها إلى الآن زحمة. هذا الشيء الأول، فبحاول أجمعها المقاطع والسنابات. ربع من المشاهير والممثلين للجو كلام زياد وناصر وشرحهم المفصل والدقيق والغير ممل. بعض الشروحات وبعض الأشياء التقديم تسمع كان عندي والخيار الأفضل. تخيل الخيار عندك، إيش رأيكم أشرح لكم وش يؤجلها وبعدها أجمع لكم السنابات وأجيبها أعطيكم إياها بأسلوب، بعدين تسمعوني بأسلوب زياد وأسلوب ناصر أفضل لكم.